السفر. مساء الخير، أنا المهندس وليد السيد، بعمل في الخارج، وبصراحة دي مش أول مرة أطلع مع شركة منفيس، عدة مرات يعني، واتجهت لكذا شركة قبل كده، بس يعني رجعت لهم تاني يعني بصراحة، لأن أنا مستريح نفسيا فيها، وتعاملهم راقي جدا بالمشرفين، بالنوعية الفنادق اللي بيختاروها، فأنا بصراحة برشحها لأي حد يعني يحب يعمل مزارات داخلية داخل مصر يعني. شكرا. أنا اسمي ماري محمد، وانبسطت قوي مع شركة منفيس في رحلة شرم الشيخ في فندق شرم مليون. أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي عمر، ومن فندق شرم مليون. الفندق عجبني جدا، والأكوا كانت حلوة، والأكل جميل، وكل حاجة حلوة، وفندق جميل. وأنا جاي مع مامتي وصاحبي وصحاب مامتي وأخويا، والفندق عجبني، والأوتوبيس كان جميل، والأوتوبيس كان فيه التكييف كان جميل قوي وبس. أنا اسمي أحمد من مصر، فهو الفندق شرم مليون فندق جميل، والأكل فيه كان حلو جدا، والأوتوبيس كان سريع جدا، كان بيودينا بسرعة قوي، واحنا عجبنا الفندق بصراحة، والأكوا بارك كانت جميلة، والفندق عجبني بالآخر يعني. السلام عليكم، أنا محمد الجزائري، بحب عجبني الفندق ده، وأكوا كانت حلوة، والأكل كان حلو تاني برضو، والباص كان سريع جدا، وصلنا بسرعة، والفندق كان حلو، والأنيميشن برضو كانوا حلوين معنا، وشكرا. أنا اسمي بسملة من مصر، إحنا كنا في فندق شرم مليون أكوا بارك، الأكوا بارك كانت جميلة جدا، والفندق كان جميل جدا، والأكل كان حلو، ومكان حلو جدا يعني، انبسطت أنا وصحابي. أنا كريم وليد، ومبسوط جدا أنا طلعت مع شركة منفيس، وإن شاء الله أجربها ثاني. السلام عليكم، صباح الخير، أنا موجودة هنا النهاردة في شرم الشيخ فندق شرم مليون، والحمد لله أول مرة بتعامل مع شركة منفيس، وأنا أعرفكم بنفسي كمان، أنا اسمي غنية من الجزائر، وأول مرة أجي هنا، والحمد لله كله كان تمام، والحمد لله كانوا يعني كويسين معنا، والمرشد كان كويس كمان، وكان بيتابعنا، ويعني والله يعني عدينا 4 أيام كده حلوين، وإن شاء الله أنا ناوية أرجع مرة تاني، ولو جات عيلتي من جزائر حجيبها لهنا، عشان أنا عارفة إن هنا حترتاح. أوكي، وبشكركم على صدفتونا يعني كويس، والحمد لله، وميرسي ميرسي، ثانك يو. اشترك الآن في قناتنا على اليوتيوب ليصلك أحدث الفيديوهات السياحية داخل وخارج مصر.